دي برضو بعض اللقطات بنجيبها لحضراتكم كالعادة، يعني كعادة ملعب الأهلي بنجيب لحضراتكم لقطات حصرية للاعبي النادي الأهلي، لاعبو النادي الأهلي وهم متواجدين في مطار القاهرة، إن شاء الله هياخدوا الطيارة ويطلعوا على جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا. المقر هيبقى فيه مقر إقامة الفريق النادي الأهلي، وأيضا هيبقى مقر أو المباراة ستقام في بريتوريا. زي ما حضراتكم شايفين لقطات حصرية فقط للنادي الأهلي أو لقناة النادي الأهلي، وكل يوم بقى ابتداء من النهاردة لغاية إن شاء الله يوم السبت القادم كل البرامج وكل قنوات وكل برامج قناة النادي الأهلي هتذيع لحضراتكم كل هذه اللقطات الحصرية المتواجدة، متواجد بعثة إعلامية الحقيقة لتغطية هذه المباراة وتغطية بعثة النادي الأهلي منذ وصولها أو منذ الآن وحتى إن شاء الله انتهاء المباراة وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين. محمود متولي هو زي ما حضراتكم شايفين وبقية اللاعبين متواجدين. بالمناسبة كابتن سعد عبد الحفيظ وهو معانا امبارح قال ان هي نفس الطيارة اللي هيسافر عليها فريق سان داونز والمدير الفني بيتسو موسيماني المدير الفني لجنوب افريقيا سان داونز الجنوب افريقي، والبعثة سان داونز برضو بتغادر القاهرة على نفس الطائرة اللي هتستقل النادي الاهلي الى مطار جوهانسبرج، وبالتالي الفرقتين هيكونوا متواجدين على نفس الطيارة، شيء جيد وشيء رائع جدا الحقيقة. التخطيط الإداري اللي بيعمله كابتن سيد عبد الحفيظ وكل الأمور بالاتفاق طبعا مع المدير الفني، وإن احنا نروح بدري قبلها بحوالي 5 أيام للتأقلم على الجو والوضع في جنوب إفريقيا علشان يعني تبقى كل الأمور متاحة للاعبين من خلال الملعب بقى إن شاء الله. يتبقى فقط إن شاء الله 90 دقيقة القادمة علشان النادي الأهلي يستطيع إن شاء الله أن يصعد إلى دور الأربعة. زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتصور مع لعيبة النادي الأهلي ومع الإداريين ومع اللاعبين، وطبعا كالعادة علامات التفاؤل والهدوء على لاعبي النادي الأهلي، الكل بيتفائل نتيجة جيدة الحقيقة في القاهرة، ولكن أنا متأكد أن لعيبة النادي الأهلي لن تنظر إلى نتيجة القاهرة وهتعتبر أن المباراة القادمة هي مباراة واحدة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراة القادمة نصعد إلى دور القبل النهائي، وبعد كده بقى إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يعود المصابين ويعود كل اللاعبين اللي خارج القايمة إن شاء الله، وتتبقى اختيارات المدير الفني اللي كل جمهور النادي الأهلي بيثق فيها الحقيقة.